هذا وقد أقامت القنصلية العامة لمملكة البحرين في مومباي حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. بهذه المناسبة رفع سعادة السيد علي عبد العزيز البلوشي القنصل العام لمملكة البحرين في مومباي أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد داعيا المولى العلي القدير أن يديم على مملكة البحرين الأمن والأمان والاستقرار. كما تم خلال الحفل استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البحرين والهند وآخر الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى توزيع عدد من الجوائز على الحضور وعرضا موسيقيا للأغاني الوطنية. قد حضر الحفل عدد من المسؤولين في الحكومة الهندية وأصحاب السعادة رؤساء البعثات القنصلية وكبار الشخصيات ورجال الأعمال وعدد من المواطنين.